أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بناء على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية فقد تقرر بدءا من الجمعة الموافق للخامس عشر من أكتوبر الجاري تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة، وذلك بخفض مدة الحجر الصحي الاحترازي إلى 7 أيام من تاريخ المخالطة للمخالطين من غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي، مع إلزامية إجراء الفحص المختبري PCR في اليومين الأول والسابع من تاريخ المخالطة. كما تضمن البروتوكول المحدث بالنسبة للمخالطين من المتطعمين والمتعافين حاملي الشعار باللون الأخضر في التطبيق أنه يتم الاكتفاء بإلزامية إجراء الفحص المختبري PCR في اليومين الأول والسابع من تاريخ المخالطة، مع إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لهم.